حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه الساعة الإخبارية المفصلة تأتيكم من العربية. نبدأ بأبرز العناوين. في احتفال يوم النصر، بوتين يتهم أمريكا ببث الكراهية ويؤكد على استمرار القتال في أوكرانيا. جوزيب بوريل يحث على استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لإعادة بناء أوكرانيا. وزيلينسكي يتهم روسيا بقصف مدرسة في شرق أوكرانيا، وأعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة. والصين تشدد الإجراءات الاحترازية في شنغهاي وسط تزايد ملحوظ في الإصابات بفيروس كورونا. نبدأ إذن مشاهدينا من روسيا، فقد انطلقت في العاصمة الروسية موسكو احتفالات عيد النصر بحضور الرئيس فلاديمير بوتين. وفي كلمة خلال الاحتفالات قال بوتين إنه من الواجب الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودة النازيين وعدم السماح لهم بأن ينتصروا. وأفاد أيضا بأن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه ومستقبله، بالإضافة إلى سكان دونباس الذين تحملوا ضربات النازيين الجدد وفق قوله، وأنه تم التحضير لعمليات عقابية في دونباس ومحاولات لتصنيع أسلحة نووية. وقد نشر أيضا بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا لتهديد روسيا. وفيما يخص الولايات المتحدة، قال بوتين إن واشنطن تحاول طمس التاريخ الروسي وتحاول بث الكراهية ضد الروس. هذه الصور مشاهدينا التي نراها الآن هي صور حية ومباشرة، نرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الاحتفالات بيوم النصر. نذكر أيضا بأنه يعني أوروبا أو كل أوروبا وكل الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية تحتفل عادة بنهاية هذه الحرب أو تحيي هذه الذكرى في 8 مايو، إلى روسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا، فهي تعتبر بأنه نهاية الحرب ويوم النصر بالنسبة لها كان في 9 مايو. ما زلنا مع هذه الصور الحية والمباشرة من وسط موسكو لنقل هذه الاحتفالات بيوم النصر الروسي. هناك دلالة خاصة ربما هذا العام لهذه الاحتفالات مع استمرار طبعا الحرب في أوكرانيا والعمليات العسكرية الروسية هناك. نرى طبعا حشود كبيرة من الروس يتجمهرون في الساحة الحمراء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذن يحضر هذه الاحتفالات وسط تجمهر شعبي كبير. إذن مشاهدينا هذه الاحتفالات مستمرة، نرى الرئيس الروسي يتمشى في أو يعني يقوم بجولة في الساحة الحمراء وسط حراسة مشددة، إلا أنه كما رأينا هناك تجمهر كبير للمواطنين الروس. احتفال شعبي بهذا اليوم، يوم النصر بالنسبة لروسيا، والذي تعتبره طبعا يعني إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحتفل به عادة يوم 9 مايو. أذكركم ببعض يعني الكلمات أو بعض التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذا الاحتفال. قال إنه من الواجب الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها وعدم السماح لهم بأن ينتصروا. تحدث أيضا عن أن الجيش الروسي يحارب الآن من أجل أمن وطنه ومستقبله.
وبالإضافة أيضا إلى أن سكان الدونباس الذين تحملوا ضربات النازيين الجدد وفق قوله هم طبعا الجيش الروسي يحاول حماية هؤلاء، تحدث عن الولايات المتحدة وقال بأن واشنطن تحاول طمس التاريخ الروسي وبث الكراهية ضد الروس. إذن مشاهدينا ما زلنا مع هذه الصور الحية والمباشرة، سنتركها لنستطيع مشاهدتها ونحن نتحدث مع ضيفنا من كييف الدبلوماسي السابق السفير فلاديمير شوماكوف. أهلا بك سعادة السفير معنا. سعادة السفير، ربما تمكنت من أن تستمع لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات يوم النصر، كيف تقرؤونها من وجهة نظر أوكرانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من أوكرانيا وتهنية لمشاهدين بعيد ناصر. بصراحة منذ 77 عاما أوكرانيا واتحاد سوفيتي ودول غربية انتصرت جيش نازي ألماني. الآن نحن نرى أو نشهد أن معارض جيش نازي روسي. خلال هذا الخطاب بوتين هو لن يعلن حرب لأوكرانيا، كان منتظرا هذا، بعدين هو لن يعلن نفير عام لجيشها لروسيا. هل كنت تتوقع ذلك بأن يقوم بإعلان النفير العام خلال هذه الكلمة اليوم؟ نعم، قالوا هذا خبراء حتى أوكران حتى الروس بأن من الممكن بوتين سوف يعلن نفير العام، لأن عنده نقص كبير من القدرة من الكوادر سمحني عسكرية هنا في حرب في أوكرانيا، لأن أوكرانيا هي قتلت نخبة عسكرية في هنا في أوكرانيا. يقولون خبراء بأن أوكرانيا دمرت تقريبا ثلث من جيش روسي هنا في أوكرانيا، وروسيا تعاني الآن من الكوادر العسكرية ماهرة في أوكرانيا. ثاني واحد نحن نلاحظ بأن في مدن أخرى في روسيا لا توجد معارض بمعدات عسكرية كمعدات، وهذا بسبب أن كل هذه المعدات العسكرية في أوكرانيا جزء مضروبة، جزء منها هي تحارب ضد أوكران هنا في وخاصة في منطقة دونباس. يعني واحد بالمناسبة عند روسيا لا توجد تقدم في أوكرانيا، جيش روسي في مستنقع دموي وبوتين في مأزق، وما زال توجد معارك عنيفة في منطقة دونباس اليوم في هذه الفترة في هذا الوقت لو سمحتي، وفي جنوب أوكرانيا في محافظة خيرسون هناك حرب الخنادق، يعني حتى المبارزة مدفعية في هذا المنطقة. طيب سعادة السفير، يعني عندما كنا نسأل كل الضيوف الروس حول يعني هل هناك تصعيد، هل تصعيد روسي يعني حتى الوصول إلى هذا اليوم يوم النصر أو قبله، ظلوا يؤكدون بأنه لا تغيير لا في استراتيجية العملية العسكرية الروسية ولا استراتيجية القوات الروسية داخل أوكرانيا، وإنما الأمور تسير بنفس الوتيرة المخطط لها. هل هذا واضح بالنسبة لكم أم أنه يعني المؤشرات على الأرض تقول عكس ذلك؟ لنكون صريحين، لمدة 75 يوما حرب في أوكرانيا روسيا لم يحتل أي مدن كبيرة إلى مدينة ماريوبل. مدينة خيرسون في هذا المنطقة لم تكن معارك عنيفة، لم تكن هناك قوات أوكرانية. روسيا لم تسيطر حتى مدينة ميكولايف، هذا 60 كيلومتر من مدينة خيرسون، وخسائر روسيا بصراحة هي ضخمة. أكيد المحللين الروس والسياسيين الروس يقولون بأن كل شيء على ما يرام وفق
وفقا لاستراتيجية روسيا، ولكن نحن نعرف بأن هذا الدعاية روسيا ماذا هي تستطيع أن تقول عن خسائر ضخمة في أوكرانيا؟ هذا مستحيل. إن أوكرانيا هي مثل أفغانستان للاتحاد السوفيتي، ولكن خسائر روسيا أكثر من خسائر الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لمدة 10 سنوات. ولذلك كما قلت من الممكن سوف تكون انهيار الاتحاد الروسي مثل حدث انهيار الاتحاد السوفيتي بعد حرب فاشلة في أفغانستان. نعم. طيب شكرا جزيلا لك السفير فلاديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق كان معنا من كييف. نذهب مباشرة الآن مشاهدينا إلى موسكو حيث مراسلتنا كاتيا طعمي. أهلا بك يا كاتيا، هل تسمعيني؟ كاتيا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع كاتيا مشاهدينا، سنحاول طبعا إعادة الاتصال بها لنعرف ما الذي يجري إذن في موسكو في هذه الأثناء خلال هذه الاحتفالات. ربما أسئلة كثيرة يعني يجب طرحها في هذا الإطار. هل اختلف أي شيء هذا العام خلال هذه الاحتفالات عن الأعوام السابقة نظرا لما يجري في أوكرانيا؟ ويعني الرسائل التي وصلت للداخل الروسي للرأي العام الروسي من خلال كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونحن نشاهد هذه الصور مشاهدينا إذن لاحتفالات يوم النصر في موسكو. أيضا نأخذ بعض الأخبار من عواصم أخرى. في العاصمة الألمانية برلين انتشر المئات أيضا من عناصر الشرطة في محيط النصب التذكارية السوفيتية استعدادا لتظاهرات كبيرة تشهدها العاصمة اليوم في ذكرى عيد النصر. ستخرج تظاهرات مؤيدة لروسيا ولرئيسها فلاديمير بوتين مقابل أخرى رافضة للحرب ومؤيدة لأوكرانيا. وتغيب الاحتفالات الروسية الرسمية هذا العام عن برلين تخوفا من اعتداءات على بعثاتها من معارضين للحرب. ربما سنكون بعد قليل أيضا مع مراسلتنا راغدة بهنام من برلين لتطلعنا عما يجري في الشوارع، كيف ستكون هذه الاحتفالات وهذه التظاهرات أيضا المعاكسة لبعضها البعض ما بين مؤيدة ومعارضة للحرب في أوكرانيا. ما زلنا نحن مع هذه الصور الحية والمباشرة من موسكو، نرى طبعا بعض القادة والجنرالات ربما المتقاعدين في الجيش الروسي يضعون الورود عند النصب التذكارية لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية. وهذا اليوم وهو يوم النصر كما تسميه روسيا الذي تحتفل به بالتاسع من مايو على عكس الكثير من الدول الأوروبية التي تحتفل بنفس المناسبة لنفس الهدف وهو إحياء طبعا نهاية أو إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن في توقيت مختلف وهو قبل بيوم أي بالثامن من مايو. طبعا مراسلتنا راغدة بهنام أصبحت الآن جاهزة معنا من برلين. أهلا بك يا راغدة، هل تسمعيني؟ أهلا بك راوية، أسمعك جيدا، تفضل. أهلا. طيب إذن تظاهرات مضادة لبعضها البعض هذا اليوم، بعض منها معارض الآخر مؤيد للحرب في أوكرانيا. اشرحي لنا الأجواء في برلين. بالفعل يعني أنا أقف أمام أحد النصب التذكارية السوفيتية هنا في برلين قريبة من بوابة براندنبورغ يعني الشهيرة في العاصمة الألمانية. قبل قليل كان هناك وفد من السفارة وضع إكليل يعني أمام هذا هنا. يوم أمس بالطبع أيضا جاء السفير الأوكراني إلى هذا النصب نفسه مصحوب بمجموعة من المسؤولين الألمان من بينهم وزير الزراعة الألماني في هذه الحكومة الحالية، ووضعوا أيضا يعني إكليل زهر إكليل يعني زهور أمام هذا النصب للجنود السوفيات. بطبيعة الحال كان هناك ضحايا ضمن هؤلاء يعني الجنود في الحرب العالمية الثانية من الجنود الأوكرانيين، يعني أوكرانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي آنذاك.
الاحتفالات، ولكن الآن بعد قليل نتوقع أن تخرج تظاهرات يعني هنا في هذا الشارع. هناك يعني تصريح لتظاهرة مؤيدة لروسيا، مؤيدة لهذه الحرب، يعني من المفترض أن تنطلق بعد أقل من ساعة هنا. ويعني هناك توقعات أيضا بأنه سيكون هناك مجموعة من المعارضين للحرب من المؤيدين لأوكرانيا سيخرجون أيضا. ويعني هذا هناك انتشار كثيف، يمكن ربما أن نرى انتشار في هذا المحيط هذا النصب وإغلاق للطرقات. يعني هذا شارع رئيسي في العادة، ولكن الآن الشرطة أغلقتها في الجهتين وفصلت يعني في الشارع. على الأرجح بأنه إذا خرجت تظاهرات وتظاهرات مضادة سيكون كل طرف متجمع في جزء مختلف يعني من هذا الشارع. يوم أمس أيضا هنا في هذا المكان نفسه كانت هناك محاولة من متظاهرين مؤيدين لأوكرانيا أن يرفعوا علم أوكراني ضخم على النصب السوفيتي هنا، ولكن الشرطة منعتهم لأن هناك قرار من عمدة برلين بمنع رفع الأعلام الأوكرانية والأعلام الروسية أيضا، ولكن فقط في محيط النصب التذكارية وليس يعني في يعني إذا خرجت تظاهرات بعيدة عن هذه النصب يمكن رفع هذه الأعلام. ولكن هذا القرار يعني الذي أثار استياء كبير هنا، خاصة يعني من السفارة الأوكرانية التي انتقدته بشدة وطلبت برلين بالتراجع عنه. الشرطة هنا تبرره بأنه ضروري لتفادي أي تصعيد يعني في ما الذي يعني في هذه التظاهرات التي ستخرج هنا بعد قليل. راغدة، هل كان هناك أي أصداء لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي ألقاها قبل قليل بهذه المناسبة، خصوصا وأنه يعني ألمانيا هي جزء من التكتل الأوروبي وجزء بارز جدا من هذا التكتل الذي طبعا يحارب أو على الأقل يقف على النقيض من روسيا في هذه الحرب؟ من دون شك سنستمع اليوم مساء في الواقع لتعليق يعني أو لكلام عن الحرب في أوكرانيا سيصدر عن المستشار الألماني أولاف شولتس وأيضا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيكون ضيف شولتس هنا في برلين مساء اليوم. سيكون هناك مؤتمر صحفي ثنائي للرئيس الفرنسي وللمستشار الألماني. هذه الزيارة الأولى لماكرون، يعني الزيارة الخارجية الأولى له منذ أن تم انتخابه رئيسا مرة ثانية، وهذا يعني يؤكد على أنه الشراكة الألمانية الفرنسية هي ضرورية جدا، خاصة في هذه الأيام لمواجهة يعني من ما يرونه بأنه تهديد روسي متزايد للقارة الأوروبية. سيكون من دون شك هناك كلام حول يعني استمرار معارضة ألمانيا لفرض حظر على واردات الغاز الروسي. ألمانيا وافقت على فرض حظر على النفط الروسي ولكن ليس الغاز الذي تعتمد فيه عليه يعني بصورة كبيرة جدا، يعني عليه من الغاز، يعني تعتمد على الغاز القادم من روسيا أكثر من النفط القادم من روسيا. هي وجدت بدائل على ما يبدو للنفط الذي تستورده من هناك ولكن ليس على الغاز. لذلك هذه واحدة من النقاط المهمة التي سيناقشها المستشار مع الرئيس الفرنسي، إضافة يعني إلى النظام الدفاعي الأوروبي. تعلمين بأنه ألمانيا وافقت على زيادة إنفاقها الدفاعي، وهي أيضا يعني وافقت على أيضا شراء أو إعادة تجديد مقاتلاتها القديمة بمقاتلات ستشتريها من الولايات المتحدة. هذا كان أثار استياء فرنسا لأنها لم تشتري يعني طائرات فرنسية. لذلك مواضيع كثيرة سيتم مناقشتها، منها دفاعية، منها عقوبية، منها يعني عقوبات مستقبلية لمواجهة التهديد الروسي، ويعني أمور متعلقة بزيادة الدعم الذي يمكن يعني أن تقدمه أيضا أو يقدمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا تحديدا لأوكرانيا. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة العربية راغدة بهنام، كانت معنا من برلين. قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسي المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب. وكان بوريل أكد الأسبوع الماضي أن الاتحاد ليس لديه الآن أي خطط للتخلي عن الغاز الطبيعي من روسيا. وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية في وقت
يناقش الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي قد تشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي وأصل انقسام بشأن ذلك بين الدول الأوروبية. معنا مشاهدينا الآن من بيروت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو. أهلا بك أستاذ لويس معنا. بداية دعنا نتحدث عن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية التي يتم مناقشتها الآن على روسيا. طب في خضم أو في خلال وجود هذا الانقسام الأوروبي حول النفط والغاز تحديدا، ماذا نتوقع من هذه الحزمة؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة وتحيات لك للمشاهدين الكرام. نحن نتوقع من هذه الحزمة نقطتين رئيسيتين. يعني النقطة الأولى هي فصل أهم بنك أو مصرف روسي عن نظام سويفت. فعلنا ذلك سابقا مع بنوك أخرى ومصارف أخرى، ولكن هذه المرة نتحدث عن أكبر مصرف روسي. وبالتالي أعتقد أنه ونحن نعتقد بأن من خلال هذه العقوبات وفصل هذا البنك عن نظام سويفت ستكون الأواخر وخيمة مرة أخرى على السلطات الروسية. النقطة الثانية وهي لغاية الأهمية هي الحظر على النفط. الحظر على النفط يعني هي نحن هنا وصلنا إلى مرحلة يعني مهمة جدا، لأنه طبعا حتى الآن لم نناقش هذا الموضوع، ولكن بسبب الفظائع يعني الجرائم التي نشهدها والدمار في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، هناك اتفاق واجماع حقيقة داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. صحيح انه في اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين السابق يعني اللي صار قبل اسبوع تقريبا، كان هناك يعني مفاوضات، والمفاوضات لا تزال جارية على فكرة في الاتحاد الأوروبي حول موضوع كيفية يعني تطبيق هذا الحظر بشكل تدريجي، لأن هناك دول في الاتحاد الأوروبي مثلا دول في الشرق التي تعتمد بشكل كبير على النفط، وخاصة دول غير ساحلية، يعني نتحدث هنا عن المجر مثلا وسلوفاكيا، ولكن هناك أيضا دول أخرى لا تعتمد بشكل نهائي على النفط. طب أليست هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط أو الغاز الروسي ستشمل نوعا ما في العقوبات التي هي ستفرضها على روسيا؟ هناك يعني إمكانيات قانونية داخل أو يعني بموجب القانون الأوروبي للتصدي لهذه التحديات يعني، واقصد بذلك امكانيه رفض بعض الدول الاوروبيه، دول صغيره خلينا نسميها يعني، لاحد القرار لحظر النفط الروسي. ونتحدث عن المجر مثلا وسلوفاكيا، هناك امكانيه مثلا، ونتحدث عن هذا الموضوع الان بتطبيق هذا الحظر بشكل تدريجي ولمدة طويلة من الزمن أو أطول من الزمن مقارنة من المدة الأخرى وهي 6 شهور للدول بقية الدول. وأيضا هناك إمكانية opt out نسميها يعني انسحاب من القرار بشكل كامل إذا كرر ذلك هذه الدول، وذلك يعني بموجب القانون الأوروبي. طيب أستاذ لويس، ما هو الهدف الأكبر من هذه العقوبات من وجهة نظر أوروبا؟ هل هي عقابية أم لوضع الضغط على النظام الروسي لوقف هذه الحرب؟ لأنه إذا كانت ثاني وهو وضع الضغط، فكل هذه الحزم السابقة الأوروبية والأمريكية لم تجدي نفعا حتى الآن، والحرب مستمرة. الحرب مستمرة بالفعل، ولكن لا يعني عندما غزت روسيا دولة ذات سيادة مستقلة وهي أوكرانيا طبعا، وفي القارة الأوروبية لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نحن لا يمكننا كاتحاد أوروبي وجيران وشريك لهذه الدولة أن نقف مقطوفي اليدين أمام هذا الغزو ومع عدوان العسكرية لدولة أخرى. فبالتالي من ضمن الآليات والأدوات التي لدينا هي العقوبات. العقوبات صحيح أنه لم تنجح في وقف هذه الحرب، ولكن الضغوطات موجودة، وأعتقد أن التكلفة على الاقتصاد الروسي أيضا موجود. يعني رأينا ما حدث بما يتعلق مثلا بالتضخم، التضخم الروسي يعني وصلت إلى تقريبا 20% الآن، وأعتقد أن هناك مؤشرات أخرى، صعوبات الأخور على بدائل يعني، وحتى يعني معدات مختلفة من الواردات والصادرات. هناك صعوبات بالفعل بما يتعلق بإمكانية الدولة الروسية للمضي قدما اقتصاديا، ولكن نحن سنستمر بهذه الضغوطات. وأعتقد أنه دعم لأوكرانيا والشعب الأوكراني أيضا تشمل إجراءات أخرى ترتبط ب أو مرتبطة بمثلا جماعة عديدة حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
إعادة إعمار أيضا أوكرانيا، يعني بدأت هذه العملية بالفعل من خلال مؤتمرات مختلفة. فلذلك الدعم لا تقتصر على العقوبات، وإنما يعني هو يشمل أيضا إجراءات أخرى. طب أستاذ لويس، فيما يتعلق بإيجاد بدائل للنفط الروسي ويعني الفترة الزمنية المتفاوتة ما بين الدول الأوروبية التي تعتمد على النفط والغاز الروسي لإمكانية أن تصل إلى مرحلة تستطيع أن تستغني فيها أو تجد بدائل حقيقية لذلك، هل حلت هذه المسألة؟ وحتى نصل إلى هذه المرحلة يعني ما هي الاستراتيجية الأوروبية لذلك؟ نعم، اقترحت المفاوضين الأوروبية قبل شهرين تقريبا في شهر مارس الماضي استراتيجية نسميها Repower EU، أو يعني وهي مبادرة لتكوين أو تكوين يعني بالفعل قدرة الاتحاد الأوروبي للبحث عن بدائل أو الاستغناء بالكامل عن الطاقة الروسية وبما في ذلك الغاز بحلول 2030. طبعا نتحدث عن مدة طويلة من الأمد هنا، سنوات، ولكن بدأنا تدريجيا، يعني هناك مثلا استهداف حذر على الفحم الروسي موجود الآن. الآن نتحدث عن النفط، وأنا متأكد بأن سيكون هناك قرار قبل نهاية السنة على هذا الموضوع. والغاز سيأتي، سيأتي الموضوع الغاز، ولكن أكثر صعبا بسبب يعني التقطيبات اللوجستية الموجودة في مجال أسواق الغاز. فهناك بالفعل خطوات مختلفة بهذا الصدد، إضافة إلى ذلك استثمارات ضخمة في منطقة متجددة، وأيضا في مجال باستهلاك الطاقة بشكل أفضل داخل الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات والمواطنين. نعم، شكرا جزيلا لك لويس ميغيل بوينو، وطبعا كان معنا مشاهدينا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بيروت، شكرا لك. أعلنت دول مجموعة السبع عقب قمة افتراضية عقدتها بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلنت عزمها توسيع عقوباتها على روسيا، وتعهدت المجموعة بفرض حظر أو إلغاء تدريجي لواردات النفط الروسي لتوجيه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد فلاديمير بوتين. ومن جانبها كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات ضد المديرين التنفيذيين لبنك غاز بروم بانك وشركات أخرى، كما أعلنت واشنطن فرض حزمة عقوبات جديدة طالت وسائل إعلام وأثرياء روس وخدمات والاستشارة والمحاسبة التي يعد الأمريكيون أو يعد الأمريكيون والبريطانيون رائدين فيها. واشنطن فرضت أيضا حوالي قيود تأشيرات على 2600 مسؤول من روسيا وبيلاروسيا. هذه نشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. وزير خارجية اليمن يحث المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للمحافظة على الهدنة. أهلا بكم من جديد. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بقتل 60 مدنيا بعد إلقاء القوات الروسية قنبلة على مدرسة في قرية بيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، مشيرا إلى أن المدنيين كانوا يبحثون عن ملاذ في مبنى مدرسة عادية استهدفت بغارة جوية روسية. وقالت السلطات الأوكرانية أن نحو 90 شخصا لجأوا إلى الطابق السفلي، فيما عثرت فرق الطوارئ على جثتين وأنقذت 30 شخصا بظل استمرار عملية البحث عن ناجين.
معنا الآن مشاهدينا من دونيتسك مراسل العربية رائد الأغبر. أهلا بك يا رائد معنا. رائد، ما هي تفاصيل هذه القصة، قصة هذه المدرسة في بيلوغوريفكا؟ طبعا الموضوع حصل منذ يومين ربما، ولكن عمليات البحث تحت الأنقاض ما زالت مستمرة على ما يبدو. راوية نهاركم طيب. يعني اليوم تحتفل روسيا وكل دول الاتحاد السوفيتي بذكرى النصر، بينما يعني تجتهد أوكرانيا حسب الخبراء والمحللين هنا بإلقاء اللوم على روسيا وعلى القوات الروسية. هي معركة دائرة، والقوات الروسية تقول دائما وباستمرار بأن يعني طائراتها والمقاتلين الروس يستهدفون بضربات دقيقة المواقع العسكرية. سبق وأن اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف مشفى، وتبين بأن هذا المشفى كان يستخدم كثكنة عسكرية أو كقاعدة عسكرية. روسيا تؤكد دائما أنها لا تستهدف إلا القواعد العسكرية، وتجتهد دائما لتحييد المدنيين عن الصراع العسكري الكائن. هذه هي التصريحات الرسمية لدينا هنا راوية. البلد تشهد احتفالات بذكرى النصر في كل أنحاء روسيا. الحرب ما زالت مستمرة، دونيتسك ما زالت تحت القصف الأوكراني. هنا المواطنين يقولون بأننا لدينا ألعاب نارية لكن طبيعية ترسلها أوكرانيا لنا بشكل يومي ومستمر. نعم، في محاولة يعني لتخفيف وطأة ربما ما يجري. طيب، أي تفاصيل ميدانية أخرى؟ كنا نتحدث عن الشرق الأوكراني بالأمس، هل هناك أي تغيير في الوضع أم أنه يعني كل الجبهات ما زال هناك تحرك عليها؟ راوية، بالفعل الاحتفال بذكرى النصر ليست كالعادة بالحجم والضخامة التي يحتفل بها بكل السنوات الماضية، لأن المعارك ما زالت مستمرة، وأن يعني المسؤولون يخافون من التجمعات، ولذلك لا يريدون أن يكون هناك تجمهر يمكن أن يستهدف من إرهابيين أو من قبل قذائف أو صواريخ أوكرانية. على الجبهات بالفعل على امتداد الشرق الأوكراني ابتداء من جنوب روسيا وأوكرانيا ووصولا إلى يعني نهاية الشرق في لوغانسك تمتد المعارك وتحتدم، حيث أن في لوغانسك تم السيطرة على 3 مدن. القوات الشيشانية الفيدرالية سيطرت على باباسنايا وعلى نيجنينكايا وكذلك على سيفردانيتسك، وفتحت الطريق باتجاه إلى محيط خاركيف. الطريق السريع هذا هو الأهم حسب رأي الخبراء العسكريين هنا، لأنه هو الذي سيكون حلقة الوصل ما بين القوات التي تقاتل في محيط خاركيف وما بين قوات الانفصاليين أو الداعمة للانفصاليين هنا في الشرق. بينما في خيرسون ما زالت المعارك مستمرة ما بين الجيش الروسي وكذلك الأوكرانيين في نيكولايف، في ذات الوقت الذي بدأ فيه الروس يشغلون مدينة خيرسون كمدينة روسية، تغيير العملة من الروبل من الجريفن إلى الروبل وكذلك تشغيل الشبكات. عندنا هنا في دونيتسك بالأمس كان هناك قرار تغيير الشبكة الاتصالات كاملة من العمل بالسيستم أو المنهجة الأوكرانية إلى الأرقام الروسية، وبدأت بالفعل تتغير لتعمل بأرقام روسيا. هذه إشارات كلها إلى إمكانية التحاق الانفصاليين بالاتحاد الروسي في وقت قادم. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل العربية رائد الأغبر، كان معنا من دونيتسك. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أيضا خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع، أعلن أن بلاده تحتاج إلى قرابة 600 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته روسيا. قال زيلينسكي إن هذه الكلفة باهظة ولا يمكن لأوكرانيا وحدها أن تتحملها.
مع استمرار الحرب سنحتاج دعما بقيمة 5 إلى 7 مليارات دولار شهريا، وعندما تنتهي الحرب سنحتاج قرابة 600 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته روسيا، وهذه كلفة باهظة تتجاوز قدرة أوكرانيا إلا في حال حصلنا على دعمكم. إنه استثمار، لأن مساعدة أوكرانيا مادياً ومساعدتنا في إعادة الإعمار بعد الحرب يجنب العالم الحر خسائر أكبر قد يتعرض لها في المستقبل. ننتقل الآن مشاهدينا إلى ملف آخر، تحديداً إلى اليمن. فقد أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على التزام الحكومة بتنفيذ الهدنة بكل عناصرها من دون انتقائية، رغم استمرار ما وصفها بالخروقات الحوثية. ودعا الوزير المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للمحافظة على الهدنة وفقاً للإجراءات المتفق عليها، وفتح طرق تعز كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير. واتهم بن مبارك الحوثيين باستمرار عرقلة تشغيل رحلات مطار صنعاء رغم انقضاء أكثر من شهر من فترة الهدنة الإنسانية، لافتا إلى أن الجماعة تحاول تحميل الأطراف الوطنية والدولية بما في ذلك المبعوث الأممي مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة. أضاف أيضا أن الجماعة جماعة الحوثي أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب. معنا الآن مشاهدينا من القاهرة وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، أهلا بك سيدي معنا. طيب، بناء على هذه المعطيات التي قرأناها قبل قليل، انتقائية كبيرة من قبل جماعة الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ما هي يعني الوسائل والخيارات المطروحة الآن أمام الشرعية لدفع الحوثيين للالتزام بهذه الهدنة؟ صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. حقيقة أن الخيارات المتاحة الآن هي تطرح تحدي أمام المجتمع الدولي ذاته. الحكومة اليمنية ماضية بالالتزام بالهدنة كما أعلنت، لكنها لن تقبل حقيقة بالتجزئة والانتقائية كما صرح بذلك وزير الخارجية اليمني، إما الالتزام بالكل أو لا يكون هناك حقيقة مضيفة هذه الهدنة. نحن نتحدث عن أن الحكومة اليمنية بالفعل التزمت بما يتعلق بتدفق النفط كما ذكر الوزير، هناك ما يقارب استيلاء ميليشيا الحوثي استولي على ما يقارب 90 مليار ريال يمني وفقا للصرف المعتمد في صنعاء، ما يقارب 138 مليون دولار. هذه ستذهب إلى كروش الحوثيين وليس للأسف الشديد إلى مرتبات الموظفين كما تم الاتفاق عليه في استوكهولم وغيرها، حتى وفقا للضوابط المتروكة في اتفاقية الهدنة. أيضا فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء، الحكومة اليمنية قامت باستخراج حقيقة التراخيص اللازمة من الدول العربية تحديدا الأردن مصر، مع ذلك ميليشيا الحوثي رفضت هذه الإجراءات متمسكة بإصدار تصاريح أو جوازات سفر. للأسف الشديد نعتبرها نحن مزورة لأنها صادرة من غير ذات سلطة، وبالتالي هي تريد فقط إرسال محاربين من إيران وحقيقة من الدول التي لديها تواصلات جنوب لبنان وغيرها. نحن نتحدث حقيقة عن أن الحوثي يتخبط، يختلق الأعذار، لا يدري ماذا يقدم، حتى في آخر تجلياته قام بتهديد المبعوث الأممي بأنه سيلقى مصير المبعوثين السابقين. في 2017 تعرض ولد الشيخ لإطلاق نار موكبه وهو ذاهب إلى مقر الأمم المتحدة في صنعاء. يبدو أن هذه إشارات من ميليشيا الحوثي بأنها ستستمر باستفزاز المجتمع الدولي الذي للأسف يعني يدللها بشكل كبير. كل المبعوثين الأمميين يستجيبون لطلبات الحوثي، لكنه مع ذلك يتعامل معهم بتلك الطريقة وحولهم إلى عاطلين عن العمل حتى. طيب أستاذ فيصل، في ظل هذا الواقع وهذه الانتقائية في تنفيذ بنود الهدنة، بالنسبة للشرعية ما هو البند الضامن لاستمرارها ومن دونه ستنهار هذه الهدنة من وجهة نظركم؟ أنا
البند الضامن أولا عدم استمرار الخروقات الحوثية وعدم مهاجمتها للمدنيين في مأرب وفي تعز وفي المناطق الشرعية الحاصلة الآن، أما إذا تم اختراق ميليشيا الحوثي بهذه الطريقة لا شك أنها سيكون إعلان وفاة لهذه الهدنة، إضافة إلى فتح يعني معابر تعز والسماح بتدفق المواد الغذائية ووسائل الحياة إلى هذه المدينة. أعتقد أن هذا التحدي الكبير متروك أمام المجتمع الدولي الآن، في حال ما قامت الحوثية بالفعل بالهجوم على مدينة مأرب فإنه سيكون إعلان وفاة رسمي بالفعل لهذه الهدنة. نعم، نتمنى طبعا عدم حصول ذلك. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، كان معنا من القاهرة. هذه نشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. محققو الكونغرس يتحضرون لفتح مرحلة علنية جديدة من تحقيقهم في الهجوم الذي أو على مبنى الكابيتول عام 2021. من هنا تنطلق رحلة إلى الحياة أو الموت غرقاً. شواطئ الجنوب الأوروبي الذي ابتلعت أمواجه أرواح من تقطعت بهم سبل الحياة في بلدانهم. عندنا الميتين هنا وما قديش باش نهبطوهم للمغرب. من يروي قصص الأموات والمفقودين منهم؟ نقتل ولدك، ها هو قالت لي جيب لي ولدي نعطيك الكلوة ديالي. تحقيق خاص عن أحد المدافعين عن ضحايا الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا. الموتى no pueden decir oye por eso de alguna manera estamos nosotros haciendo este trabajo. Es decir lo que tratamos es ser la voz de esas personas. صوت الأموات زامورا، مهمة خاصة السبت 9:30 على شاشة العربية. جديد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار القمح مقتربة من المستويات القياسية التي كانت سجلتها في عام 2008. حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الناجمة عنها على موسكو سيكون لها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي. تقارير عن سحب المواطنين الروس خلال اليوم الأول من الأعمال العسكرية ما يقارب 1,100,000,000 روبل، وهو مبلغ كبير. هددت الإدارة الأمريكية الشركات حول العالم بإضافتها إلى القائمة السوداء في حال تصديرها لأي منتجات تكنولوجية لموسكو. العقوبات على قطاع الطيران الروسي تلقي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل وليس فقط على الشركات الروسية. كيف تتفاعل إذن أسواق منطقتنا في ظل هذه الاضطرابات والتذبذبات الحادة التي تعيشها الأسواق المالية مع فرض عدد من الدول عقوبات اقتصادية على روسيا؟ في احتفال يوم النصر، بوتين يتهم أمريكا ببث الكراهية ويؤكد على استمرار القتال بأوكرانيا. وجوزيب بوريل يحث على استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لإعادة بناء أوكرانيا. وزيلينسكي يتهم روسيا بقصف مدرسة في شرق أوكرانيا، وأعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة. الصين تشدد الإجراءات الاحترازية في شنغهاي وسط تزايد ملحوظ في الإصابات بفيروس كورونا. أهلا بكم من جديد. مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الأحواز غرب إيران على خلفية غلاء الأسعار والظروف المعيشية المتردية، نشرت السلطات الإيرانية تعزيزات عسكرية في مدينة الخفاجية لمواجهة الاحتجاجات وقمعها.
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الإفريقية مولي في اتصال مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكدت دعم بلادها لعملية الوثاق والحوار بين كافة القوى والأطراف السياسية السودانية. كما طالبت مولي بتطبيق السلطات العسكرية لخطوات بناء الثقة وبتسليم السلطة للمدنيين، مشددة على ضرورة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وبتسريع الخطى للوصول إلى إطار مدني. بدوره تعهد البرهان باستكمال المرحلة الانتقالية من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. أثار تهديد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون باستخدام أسلحة نووية استباقية أثارت عاصفة من الاهتمام، خصوصا في العاصمتين الأمريكية والكورية الجنوبية. مجلة ناشونال انترست الأمريكية قالت نقلا عن خبراء إن تصريحات الكورية الشمالية قد تشير إلى تغير في استراتيجية بيونغ يانغ النووية، وقد حذر الخبراء من أن مثل هذا التطور ستكون له أثار كبيرة على الاستقرار الإقليمي. مراقبون وصفتهم المجلة بمتشائمين حذروا من أن كوريا الشمالية تعمل على برنامج سيجعل اجتياح الجنوب ممكنا يوما ما، رغم أنه من غير المرجح أن يحدث مثل هذا السيناريو مع وجود تحالف عسكري بين أمريكا وكوريا الجنوبية لردع استفزازات الجارة الشمالية. فيما يقول المراقبون المتفائلون بحسب المجلة الأمريكية إن كوريا الشمالية تركز فقط على حماية نفسها من أمريكا، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة تسهيل التعاون معها. كما ذكرت المجلة أن هناك حقيقة قائمة هي أن بيونغ يانغ تريد أن تحافظ على الإحساس بوجود بيئة خارجية معادية لتبرير وجود النظام وبقائه في الحكم، وبالتالي من المرجح أن تتبع كوريا الشمالية استراتيجية تستفيد من قدراتها النووية لتحقيق أهدافها السياسية في الداخل. على مشاهدينا إلى نادين وأخبار الاقتصاد. إليك يا نادين، تفضلي. شكرا راوية، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. لنلقي نظرة على تداولات الأسواق اليوم الاثنين، بالتالي كل الأسواق الخليجية عاملة. التباين هو سيد الموقف اليوم، لا نستطيع أن نرى اتجاه محدد. من ناحية عنا السوق السعودي يسجل أعلى مستوى جديد منذ 2006 ويقترب من 14000 نقطة، لاحظوا الآن يتداول عن 13923 نقطة، نقترب من 14000. بينما من ناحية أخرى عنا سوق دبي عم يجني أرباح بشكل قوي. لماذا هذا التباين؟ لأن السوق السعودي يتفاعل ويتأثر بأسعار النفط، وكان مغلق طيلة الأسبوع الماضي بالوقت اللي ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل قوي. من ناحية أخرى الأسواق الأخرى، أولا الأسبوع الماضي عملت بجلستين آخر الأسبوع، فبالتالي يعني عملت ديسكاونتينج لارتفاعات النفط اللي كنا شاهدناها مطلع الأسبوع الماضي. ولكن من ناحية أخرى تأثرت بما يجري بالأسواق العالمية، حيث عنا تراجعات حادة بدأت من وول ستريت الأسبوع الماضي، جلستين داميتين على وول ستريت الخميس والجمعة، وبالتالي اليوم صباح الأسواق الآسيوية على نزول حاد. لاحظوا هذه الأسواق الآسيوية اليوم 2% من التراجع على التوبكس، 2.5% على نيكي، تراجعات حادة. وأيضا أوروبا افتتحت على نزول كذلك. أسعار النفط بينما متماسكة، يعني يبقى برنت قريب الآن 111، وخام نايمكس عن $108.5. وبالإضافة إلى كل ذلك نتوقع من دول مجموعة السبعة جي 7 أعلنت أنها تدريجيا رح تخفف اعتمادها على النفط الروسي لحتى يوقف تماما، والاتحاد الأوروبي يتجه بنفس الخطوة. ومن ناحية أخرى نعرف أنه ما في طاقة إنتاجية إضافية لدى الدول المنتجة، هذا كله من المتوقع أن يؤدي بدعم إلى استمرار دعم ارتفاعات أسعار النفط بالفترة القادمة. بالتالي السوق السعودي على ارتفاع، باقي الأسواق عم تتأثر بما يجري بالأسواق العالمية المتراجعة، وهذه هي صورة صباح اليوم. خلينا نلقي نظرة تفصيلية الآن، ما الذي يحرك كل سوق بالسعودية؟ أرامكو عم بتسجل مستوى مرتفع جديد، هو الأعلى منذ إدراج السهم بالبورصة. من ناحية أخرى حلواني إخوان كان عنده تراجع بالأرباح ب 22% بالربع الأول، لذلك السهم على تراجع ب 1%. الراجحي مرتفع 2%، مع العلم بأنه تم تعديل سعر السهم اليوم، لأنه الراجحي يوم أمس عقدت الجمعية العمومية غير العادية ووافقت على رفع رأس المال ب 25%، هذا يعني إصدار أسهم إضافية، وبالتالي اليوم تم التعديل على بسبب
أسهم المنحة. الكابلات هي آخر تداول موقوفة عن التداول من بعد عدم الإعلان عن قوائمها السنوية بالوقت المحدد من قبل السوق. نلقي نظرة على سوق دبي، فإذن تراجع ب1.25%، ما الذي يضغط على سوق دبي اليوم؟ كل الأسهم القيادية. أعمار متراجعة 2.5%، دي ومتراجعة 1%، دي أف أم، مصرف دبي الإسلامي وجي أف إتش. لا ننسى أن سوق دبي ارتفع بشكل قوي بالفترة الماضية بقيادة هذه الأسهم القيادية. سوق أبو ظبي على تراجع بنصف نقطة مئوية لأنه في تباين على الأسهم القيادية. أي إتش سي كانت مرتفعة، فاب منخفض، وها هي لا تزال الصورة نفسها. أي إتش سي العالمية القابضة على ارتفاع ب1%، هي بالطبع من كبريات الشركات شبه الحكومية. الدار العقارية على ثبات، بينما فاب أبو ظبي الأول أيضا اللي عنده وزن ثقيل بالمؤشر على تراجع ب2%. ألفا ظبي اللي هي أيضا من ضمن اي دي كيو على ارتفاع اليوم. عم نتابع أسهم كيو القابضة يلي هي أيضا من ضمن مجموعة اي اتش سي والشركات شبه الحكومية اللي كانت معروفة سابقا بالقدرة القابضة. الجديد بالموضوع أنه عقدت جمعية عمومية ب29 من أبريل ووافقت على استحواذها على ريم للاستثمار، فإذا عبر إصدار سترفع رأس مالها ب25%، ورح يكون في مبادلة أسهم 17 سهم كيو القابضة مقابل كل سهم بالريم للاستثمار. فإذا كيو القابضة اليوم تتداول على بعض التراجع. بالكويت في تباين، المؤشر العام على نزول الرئيسي مرتفع والأول على بعض التراجع. خلينا نشوف ما الذي يؤثر على هذه التداولات اليوم. دعم من التجاري الكويتي اللي أعطانا نتائج أعماله وعنده قفزة كبيرة بالأرباح بسبب تراجع المخصصات. على كل المزيد ضمن برنامج الأسواق العربية بعد قليل. عودة إليك راوية الآن. شكرا لك نادين. شددت السلطات الصينية القيود على أكبر مدينتين لكبح انتشار فيروس كورونا، حيث تكافح البلاد أسوأ تفشي للفيروس منذ بدء الجائحة. ففي شنغهاي أطلقت حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية بغية الوصول إلى صفر حالات بحلول أواخر مايو، حيث تلقى بعض السكان بالفعل في أربع مناطق من أصل 16 منطقة إشعارات تفيد بأنهم لن يستطيعوا مغادرة المنازل. بينما في العاصمة بكين تم إخبار سكان المناطق الأكثر تضررا بالعمل من المنزل، كما تم إغلاق المزيد من الطرق والمجمعات والحدائق لاحتواء انتشار فيروس كورونا. تشهد الفلبين اليوم الاثنين بدء إدلاء المواطنين بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ويعد نجل الرئيس السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظا للفوز ولإعادة عائلته إلى السلطة بعد نحو 40 عاما على إطاحة والده ونفي العائلة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن السناتور السابق فرديناند بونغ بونغ ماركوس الابن هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي ليحل محل الرئيس الحالي رودريغو توريتي. يستعد محققو الكونغرس لفتح مرحلة علنية جديدة من تحقيقهم في الهجوم الذي وقع في 6 يناير من عام 2021 على مبنى الكابيتول. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، قالت هذه الصحيفة أن المرحلة هذه ستكون في الوقت الذي يحاول المحققون إثبات أن الرئيس السابق دونالد ترامب والأشخاص المشاركين في حملته الانتخابية حفزوا بعض مثيري الشغب الذين شاركوا في أعمال العنف. وركزت لجنة التحقيق في مجلس النواب على سلسلتين من الأحداث هما التخطيط وتنفيذ التجمع من قبل أنصار ترامب في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية واقتحام المبنى نفسه. بيعت سترة صوفية ارتداها ووقع عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقابل 90,000 جنيه استرليني، يعني حوالي 111,000 دولار، في حفل جمع تبرعات لأوكرانيا في لندن. وقالت السفارة الأوكرانية لدى المملكة المتحدة في مقطع فيديو إن العالم بأكمله ينظر إلى رجل يرتدي سترة صوفية بسيطة، ولكنها الآن أصبحت أيقونة وقع عليها الرئيس زيلينسكي شخصيا. إلى العناوين. في احتفال يوم النصر، بوتين يتهم أمريكا ببث الكراهية ويؤكد على استمرار القتال بأوكرانيا.
جوزيب بوريل يحث على استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لإعادة بناء أوكرانيا. وزيلينسكي يتهم روسيا بقصف مدرسة في شرق أوكرانيا، وأعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة. الصين تشدد الإجراءات الاحترازية في شنغهاي وسط تزايد ملحوظ في الإصابات بفيروس كورونا. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.